الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وكان بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق أن يذكر بكرة وأصيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال علي كرم الله وجهه وابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة هي القناعة والرضا بما قسمه الله تعالى، فلا تطيب حياتنا إلا بالقناعة والرضا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا إيانا: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. شوف وصية رسول الله، وصية عظيمة لنا جميعا، لكل من يبحث عن السعادة والطمأنينة وراحة البال، لكل من يريد أن يتخلص من الهموم والغموم والقلق، فليأخذ بوصية رسول الله، يأخذ بكلام رسول الله: انظر إلى من هو أقل منك في أمور الدنيا، انظر إلى من هو أقل منك مالا، انظر إلى من هو أقل منك صحة وولدا وجاها ووظيفة، عندها ستعرف قدر نعم الله عز وجل عليك، وهذا سيدعوك إلى شكر النعم. ما تطلع علي أكثر منك، لأنك بدك تظل تعبان. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، سبب شقاء كثير من الناس وشعورهم بالهم والغم والضيق هو عدم الرضا بما آتاهم الله، والنظر بما في أيدي الآخرين، مشغول بغيره، بل ويحتج على الله إنه ليش أعطى فلان ورزق فلان أكثر منه، وهو لم يدري أن الله تعالى فاضل بين الناس في الرزق. قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق لحكمة هو يعلمها سبحانه، وهو الذي قال: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات.
بعضهم بعضا سخريا. ربنا هو الذي يقسم الأرزاق بين الناس، هو الذي يسخر هذا لذلك. هاي حكمة ربنا، فلا تعترض على فعل الله عز وجل. فالله تعالى فاضل بيننا في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والرزق ليس مالا، بل إن المال هو أدنى درجات الرزق. فالصحة رزق، هداة البال رزق، الولد رزق، العلم رزق. ما دمت أنت في بيتك مطمئن معافى هادي بالك، أنت في نعمة عظيمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مش استعادي بالمال، بل تجد أهل المال هم أشقى الناس وأتعس الناس في هذه الدنيا. وصدق الشاعر لما قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. يروي عون بن عبد الله رحمه الله يقول: صحبت الأغنياء فلم يكن أحد أكثر هما مني، كنت أرى دابة خيرا من دابتي، سيارتي أحسن من سيارتي، وثوبا خيرا من ثوبي، لباسي أحسن من لباسي. قال: فصحبت الفقراء فاسترحت. ما دام تتطلع لأعلى منك مالا ورزقا، انت تقول لك تعبان ومهموم ومتضايق. ولهذا ليس كثرة المال هي الغنى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى هو غنى النفس. الغنى الحقيقي هو غنى النفس، اي القناعة والرضا. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى برزقك، ارضى بشغلك، ارضى بمعاشك، ارضى بزوجتك، ارضى بولدك. هناك من الناس من يتمنى أن يكون له ولد يؤنسه، يتمنى يجي ولد وانت عندك كل هاي النعم. ولو أن الناس رضوا بما آتاهم الله، لو أن الناس رضوا بما آتاهم الله من النعم ومن المال، لما لجأ أحد إلى مستنقع الربا والقروض الربوية والسوق السوداء اللي لجأ إليها كثير من الناس في هذا الزمان من أجل المباهاة والتفاخر. فسبب عدم الاستقرار في حياتنا، سبب انعدام الأمن والأمان، سبب كثرة القتل، هو اللجوء إلى الربا والسوق السوداء. الله عز وجل حذرنا من ذلك لما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا، إذا ما تدعوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا يعني معنى اعلموا أنكم فتحتم على أنفسكم حربا مع الله عز وجل. ففي بلادنا حرب أهلية، يوم في جريمة قتل، حرب أهلية. فأذنوا بحرب من الله، لأننا تجرأنا على الله بالمعاصي، وأعظم الكبائر هي الربا. فلو أن الناس
لو كل واحد مش على قد حاله على قد إمكانياته وما لجأ إلى الربا وإلى البنوك وإلى السوق السوداء لعشنا حياة سعيدة مطمئنة. لكن إذا الواحد اليوم بده يجي يشتري سيارة ومعوش غير 10,000 شيك فبتجي مرته لأنه سلفتها راك بيجي 200,000 شيكل فبتورطه وبتخليه يروح على النكون يأخذ قرض ربوي وبيظل كل عمره يسد حق الجيب بينزل من حقه بعده مش سادد حقه. أعراسنا اليوم بإمكانك إنك تزوج ابنك الثلاثين أو أربعين أو خمسين ألف شيء تعمل له أحسن عرس لكن لا تزبطش اليوم. شو بدها تقول الناس عني؟ تقول عني بخيل؟ تقول عني إنه فيش عنده ناس بالعرس؟ هاي شو تقول عن الناس؟ هاي هي اللي قتلتنا، هاي هي اللي ذبحتنا. 30 أو 40 أو 50 ألف شيكل تقدر تعمل أحسن عرس لابنك، لكن ما بينفع اليوم بلا ما يكون ليالي جرش، كل ليلة سهرة، سهرة للعريس وسهرة للعروس وسهرة لجبل الحنة، والناس رايحة جاية وتكاليف وعشرين عبور وثلاث عجول بيطلعش بأقل من 300 أو 400 ألف شيء. وفي ناس بتبيع أرضها وفي ناس بتلجأ إلى القروض علشان إيش؟ يبيض الوجه بين الناس. ما أنت سودت وجهك عند ربنا، أنت داير على رضا الناس مش داير ترضي ربنا. وبالتالي بعد الزواج هذا ممكن يزبطش، ممكن يفوت بضائقة مالية، مشاكل أسرية، بالتالي يؤدي إلى الطلاق وممكن حالات قتل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا علمنا كيف تكون أعراسنا، قال أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. معنى أيسره مؤونة أي أقله تكلفة. الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا بخيلة. حتى في الصدقة ممنوع تصرف. ولهذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من صفية أم المؤمنين، صفية بنت حيي ابن أخطب، لما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت وليمة عرسه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا بالأنطاع فبسطت. الأنطاع يعني السفر المائدة، فألقي عليها التمر والنقط يعني اللبن الجامد والسمن. هذا كان عرس النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في معه إمكانية أكثر من ذلك. ولو أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن تذبح له الذبائح لفعلوا له ذلك، لكن يريد أن يعلم أمته من بعده أنك أنت ما تكلف نفسك فوق طاقتك، امشي على قد حالك، لا تضغط حالك ولا تضغط أهل بيتك، لأن نقود هذا دين عليك. تعزم لي ألف واحد تظلك تسمع مين هذا البنادي ومين اللي عزم ومين هذا المكتوب، وده تظلك تركب وتفوت مشاكل مع أهل بيتك. إذا أردنا أن نخرج رحلة وصارت الرحلة اليوم موضة، يعني حتى من الضروريات وليس من الكماليات، الرحلة صارت اليوم جزء لا يتجزأ من حياتنا، رحلة الشتاء والصيف. شو اللي جابك انك تروح تاخذ قرض ربوي علشان تطلع رحلة؟ لو ايش؟ معك بتطلع، معكاش ما بيلزمك.
أنا اليوم مش شايف إنه في طبقتين. الفقير ما بده يغلى الفقير، الفقير بده يعيش عيشة الغني باللجوء إلى القروض النبوية. فلا بد للإنسان أيها الإخوة أن يرضى وأن يقنع بما آتاه الله، ولا ينظر إلى من هو فوقه مالا ورزقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم، وهذا ما أريد أن أقف عنده، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. نحن لابد من أن نتحرى الرزق الحلال الطيب، وأن نتجنب الكسب الحرام. الله عز وجل دعانا إلى أن نسعى في طلب الرزق الحلال. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن قسم من شبابنا ومن أبناء مجتمعنا اللي حسب الإحصائي الأخير اللي نسبتهم تقريبا 30% اللي بتتراوح أعمارهم من 18 24، لا شغلي ولا عملي، لا بدهم يشتغلوا ولا بدهم يتعلموا، بدهم يظلوا متقمين. بده يجي الرزق وقاعد في بيته، بده يحصل على المال بأيسر وأسهل الطرق. هذول الشباب هم خطر على مجتمعنا، على مستقبل أبنائنا، فيلجؤون إلى عصابات الخراب، عصابات الإجرام، وإلى السوق السوداء. الدنيا شو يشتغلوا؟ بدهم يظلوا قاعدين في البيوت. تتفاجئ من بعض الشباب تقول انه هذا لا شغله ولا عقله. طيب منين عايش؟ منين راكب هاي السياره؟ منين بروح وبيجي؟ فاذا بتبحث وراه تجد انه طريقه عايش بالحرام ويسلك طرق غير مشروعه. هؤلاء الشباب ندعوهم كما امرنا الله عز وجل، ونحثهم على ان يطلبوا الرزق الحلال، الرزق الطيب، ويعملوا العمل الشريف. حتى اليوم يعني اصحاب المهن بيشكوا، بقول لك انا مش ملاقي طبرجي، فيش حدا بيعمل الشغل الفيزي اللي بده جهد، مش ملاقي عزير بالله ولا عزير قصار، كله بده يضل مطبق. فندعو هؤلاء الشباب اللي بدوش يتعلم، روح يتعلم له مهنه، صنع، يكون صاحب صنع، يعمل عمل شريف، ولا يتبع خطوات الشيطان كما امرنا الله عز وجل. فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم يا ربنا ارزقنا الرزق الحلال الطيب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم جنبنا وجنب أبناءنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في
في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أسيرا إلا فتكت أسره، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.